بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا الصديقة. عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تهنئة بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهنئة بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.